لم ينتظر الجزائريون فرصة انقضاء الشهر الكريم حتى انطلقوا صوب شواطئ البحر للتنزه والاستمتاع بزرقة مياهها، ولو كان ذلك على حساب عيد الفطر المبارك. هم ولاجئو الجزائر سواء. جينا سيدي فرج باش نجوزو لا جورني، خاطش شوية سخانة في السونتر، كاين شوية ريح، وهنا بيان اورغانيزي مقية ورخيصة. 50,000 طابلة بالكراسة والباراسول كومبلي. بلاصة خير من العام فات و بريتانيك، فيها الأمن وبلاصة شابة على كل حال، و لي بري خير من العام فات. 50,000 بري. Vous êtes relaxé un peu, tu vois, le carême est fini, faut que vous êtes relaxé pour reprendre le travail. Tu vois, pour reprendre le travail dans le plaisir. Il ne faut pas être trop stressé à la maison. Viens s'amuser un peu après, maintenant, tu pars où tu veux partir. On a choisi la plage pour pouvoir venir se relaxer un peu. Puisqu'on a fêté hier, on a jeûné, nous sommes tous musulmans, on a jeûné, on a fêté hier, alhamdoulilah, on a fêté hier, la fête est très bien passée. لعل ما يضمن هذا التوافد الكبير هو المجانية النسبية للشواطئ العاصمة، في انتظار تطبيق تعليمة وزارة الشؤون الداخلية بخصوص المساحات المسموح لهؤلاء الخواص استغلالها والمقدرة ب 25% من كل شاطئ. لي بريخونا شوف ان كيك تاع طبلة، كاتشات، باراسول، 500 دينار. السيتوان كي يجي رياح يجيه الكيسي يعطي له ان تيكي يدي 50,000. والاستقبال شوف كاين لا سيكيورتي، كاين لي بلاجيست. وليت الله يبارك الماتيريال كاين، يقول لك تنجم كل كارير بد واحد 400 طابله، حب يقول واحد 1200 1400 طابله. شرعت العائلات الجزائريه في النزوح نحو الشواطئ، فيما شرع البعض نحو استغلال هذه الاخيره بحسب تدابير خاصه، فهل تستمر الخدمه المجانيه نسبيا ام ان اطماع البعض ستحول دون ذلك؟